سمعت ان في مشروع ديو مع حد من خارج طبعا الامريكي جازا ايه جازا يعني هو اسمه غزه لانه هو خالد بفلسطين خالد بفلسطين وعاش كل عمره بامريكا هو رابر وعمل معي ديو حلو فيه كتبته ولحنته بلندن من 4 سنين انت اللي لحنت نعم انا اللي كتبت وكتبت او هو اللي كتب الفيرجن الانجليش والاغنيه اتعملت مع اهم عازفين وموزعين جون ماري بيشي عملها لي اطار حلو كثير وحتنزل قريب سنجل ايه التفكير ليه تحديدا اخترته؟ اخترنا بعض ثبتك لانه هو كان في لبنان وانا كنت في لبنان وانا ما اعرفش حاجه عنه غير انه اجتمعنا في استوديو واحد وابتديت جمله مني جمله منه جمله مني فلقينا انه الاغنيه دي اللي انا كنت عاملها اصلا معاه تلبق قوي فقام راح نفس الوقت كتب الفيرجن الانجلش كلها بتاعتها وجابها انت بتغني عربي هو بيغني انجلش؟ نعم بتتبادلوا الادوار يعني بتتبادل الادوار طيب انا سمعت ان انت عندك رحله طويله في امريكا فيها حفلات فيها المفروض تتقدم اجل شويه علشان اولا طقس قالوا لي مش 100% مظبوط واحد اثنين كان عندي لازم استلم جايزه من مصر مهمه جدا فاكدت الموضوع هو جايزه التتر اللي هو طلع على التتر نمبر 1 بالاستفتاء الشعبي 150,000 شخص صوروا تتر قلب ميت لازم استلم الجايزه ودي مهمه جدا بالنسبه لي طيب بما انك في جوائز وقاعد في قصر يعني ما فيش حد قدك النهارده قاعد في قصر يعني مع ملكه لا هنا كويس كده الملكة ما بتشتغلش ما فيش ملكة بتقعد تشتغل في قصر يعني حسب بيتها بقى قاعدة مبسوطة يعني الناس الحلوين يغنوا تحب نشوف كمان صوت القصر معانا يا رحاب؟ يا ريت نادي على رحاب تغني معايا رحاب؟ يا ريت أرجوك يا رحاب سوا وماشي في البناء سوا والخطوة بيني وبين حبيبي الله مشوار بعيد وانا فيه غريب الليل يقرب والنهار I'm ready.
اهلك راني وسنين وسنين وانا دايب شوحا عايز اعرف بس طريقه منين ما بقاش سواح بعد الغنى الحلو ده. رامي بجد احنا سعداء بيك النهارده جدا في القصر. الله يخليك. وخليني عايزه اعرف انت دلوقتي كنا بنتكلم على التمثيل بتحضر الورق وبعدين هتبدا هتكون اول تجربه بالنسبه لك. نعم. هيكون فيها غنى؟ هيكون فيها تمثيل ولا هيكون ايه بالظبط؟ انا ضد موضوع الغنى كتير يعني. يعني تمثيل ضد موضوع الغنى لانه يعني افضل انه واحد زي بده يغني يغني على مسرحه يعني على مسرحه محل ما هو المفروض يغني. بس اذا بده يمثل هذا شيء كثير ثاني. انت حابب التمثيل؟ انا حابب التمثيل. تجربه التمثيل مش حابب ادخل فيها كثير وانا ممكن اعمل مثلا هلا انا موعود من مطربه كبيره جدا انه تقدم لي اغنيه الفيلم. وهي اللي طرحت الفكره وانا سعيد جدا وفخور جدا فيها وبشكرها. كبيره جدا يعني. فخور جدا بالتجربه وده شرف ليا. بس بالنسبه لي انا ممكن اعمل موسيقى الفيلم اغني شويه بالفيلم بس يكون فيلم كله غنائي واغاني. مش بالضروره ان انت تكون مطرب والتيمة الموسيقية دي. لا انت حابب تتقدم بشكل اكيد بشكل تاني وبعدين الغناء يجي يعني موظف في الفيلم لكن مش هو مش هو يعني هو اللي باين اكتر حاجه مش هو العنصر الرئيسي صح. طيب وانا برضو عايزه اسالك يمكن اكتر ليه لانه التمثيل كتير من المطربين بالذات يمكن في العصر القديم ساعد كتير قوي في انتشار الاغنيه يعني في اغاني كتير لعبد الحليم واحنا بنغني برضو وجودها في السينما وتكرارها في الافلام وهو بعد كده غناها طبعا في حفلات سيده ام كلثوم عبد الوهاب ناس فريد الاطرش اسمهان كل الاسماء دي السينما قدرت انها تعملهم ارشيف وطبعا تقربهم من الناس.